بص يا جماعه، شابتر 4 دوت بيتكلم على الجهد الكهربي. هتلاقينا بالتفصيل احنا المرات اللي قبل كده اتكلمنا يعني ايه مجال كهربي، يعني ايه فيض كهربي، يعني ايه كثافه الفيض الكهربي اللي هي دي. قعدنا نتكلم على بعض حاجات كده. معانا الشابتر ده هنتكلم اكتر على الجهد وفرق الجهد. هتلاقي الكلام رايح اكتر للشغل بتاع سيركت. فايه بس في الاول عايزين نفهم الكونسيبت بتاع الكلام الاول بيجي منين. بص معايا يا جماعه، هنبتدي كده نقول ايه، لو عندنا احنا شحنه وفي مجال كهربي اصلا موجود، في ايه اصلا موجود، وانت عندك شحنه، لسه بنبتدي فيعني نركز مع بعض. عندك شحنه وعندك مجال كهربي، تمام، وعايز اشوف القوه اللي بتاثر على الشحنه وبتحرك الشحنه دي جوه المجال الكهربي. كنا قلنا الكلام ده برده في الشابتر بتاع المجال. لو انا عايز اشوف القوه، ما دام في مجال وشحنه هتقف فيها يبقى في قوه بتبتدي تتحرك حاجه دي. انا عندي احتمالين، ان القوه دي ممكن تخلي الشحنه تتحرك في نفس اتجاه المجال او عكس اتجاه المجال. طب انا هنا لو مفيش قوه خارجيه، مفيش مصدر خارجي، والقوه دي بتتحرك دي في المجال اللي هي فيه، فاكيد معنى كده ان المجال هيخليها تتحرك في نفس اتجاه لو مفيش اي مصدر خارجي. طب القوة دي في الحالة دي بتساوي ايه؟ بتساوي قيمة الشحن نفسها في قيمة المجال نفسه. والمفروض ان دي لها اتجاه معين، المفروض اللي هو ايه؟ يو اف ال في اتجاه معانا الدايركشن بتاعه، وهنا ده على اعتبار ان الشحنة ايه؟ موجبة، احطها باشارتها. والمجال معاك قيمته وهيبقى في نفس الاتجاه، في الاشارة دي كده اعتبار ايه؟ موجبة، عشان القوة في نفس اتجاه الايه؟ المجال، لأن مين اللي عامل القوة دي؟ المجال نفسه. طب اتجاه القوه دي المفروض يبقى في ايه؟ في اتجاه معين، دي في ال في اتجاه معين، فعشان كده بضرب دوت برودكت في ايه؟ في الاتجاه اللي هو بتاع اليو في ال، حسب ما ايه اللي عندك الاتجاه اللي يبقى موجود. ده لو اللي عمل القوه المجال نفسه. طب لو انا عندي مصدر خارجي اكسترنال سورس، والمصدر ده هيحاول يشد الشحنه، عندي مجال برضه موجود اهو، المجال لاتجاه معين، المصدر ده هيحاول الخارجي هيحاول يشد الشحنه في اتجاه عكس المجال، يبقى المفروض في الحاله دي ان القوه اللي بتعرض ليها الشحنه نتيجه المصدر الخارجي بتساوي الشحنه نفسها في المجال بس باشاره ايه؟ وليه اتجاه معين برضه نفس الاتجاه، الاتجاه بقى ايه؟ الدي اف ال بتاعه عكس الايه؟ المجال. عشان تلاقي ايه؟ في الحاله دي ضربت في اليو اف ال في الدي اف ال اللي هي اليونت فيكتور خلاص بواحد، فهنا يبقى كان دوت برودكت في ايه؟ في الدي اوف ال. الدي اوف ال ده ممكن اجي اقول لك ايه مثلا؟ والله ده المفروض هو القوه دي في اتجاه الدي اكس، يبقى اليو اوف ال ده او الدي اوف ال دلوقتي عباره عن الدي اكس في اتجاه الايه؟ الاكس. او الدي واي في اتجاه الواي، حسب ما نيجي نقول لك انا ايه؟ ماشي في انهي اتجاه. تمام؟ فبالحاله دي ادي القوه. طب معلش، هو انت دلوقتي اما تيجي تشد الشحنه ديت تحركها، ما انت كده بتعمل شغل. تعمل ورك. هو اصلا معنى كلمه الشغل عباره عن ايه؟ القوه في الازاحه الكلام بتاع الفيزياء بتاع السلامه. انت عندك شحنه او وتبر او نقطه او عندك شحنه معينه بتحاول تحركها من مكان لمكان، فبتبذل ايه؟ شغل. فالمفروض الشغل ده بيساوي ايه؟ القوه في الايه؟ في المسافه اللي انت صح؟ وعلى حسب بقى انت ماشي في اتجاه ولا في عكس الايه؟ لو انا بتكلم دلوقتي ان انا بحسب على اساس القوه اللي هي بتاعه المصدر الخارجي، فيبقى يو في الايه في الايه زي ما قلنا في الشارع ايه سالب، ادي قوه. طب لو انا عايز اجيب الشغل المبذول، هو نفس الكلام بتاعه القوه بس اضرب في الايه في الازاحه، يبقى ده الايه، ادي القانون بتاع الشغل معاك. ولو زي ما بقول لك الازاحه اللي انت ماشي لو في اتجاه الاكس، يبقى تشيل دي كده تحط مكانها دي اكس في اتجاه الاكس، او دي واي في اتجاه الواي، او دي زد في اتجاه الايه الزد. لو احنا هنا بنكتب على الكلام ده عايز تشوف الديو في ال ممكن تبقى الديو في اكس في اتجاه الاكس، الديو في واي في اتجاه الواي، الديو في زد في اتجاه الزد. عادة احنا هتلاقينا عشان الموضوع نبسطه هيديلك ولا في ماشي في اتجاه اكس او واي او زد حاجة واحدة بس، بس لو ضرب هنا دوت برودكت يبقى انت شغال في ايه؟ في اتجاه واحد بس. تمام؟ بحيث ان انت لو انا جبت لك الحتة هنا كده وهتكامل اتحركت من نقطة لنقطة، يبقى انت شغال بس في ايه؟ دي اكس او دي واي او دي زد. زي ما نشوف السكشن معاك يبقى اتجاه واحد بس عشان تبسط ايه؟ الدنيا، ما يبقاش اكتر من اتجاه. تمام؟ طب هنا لو انا ابتديت النقطه دي الشحنه دي مثلا كانت على نقطه بي واتحركت راحت لنقطه ايه؟
يبقى انا دلوقتي بكامل، لو انا بقى بجيب اديت شريحه من دي في ال، يبقى انا هكامل من بين الايه؟ من نقطه البدايه لنقطه النهايه، من الانيشال لنقطه الفاينل. هيكون مدي الكيو مدي الاي، المفروض دي بقى يبقى المتجه بتاعك مديهولك حاجه في الدي اكس تكمل بالنسبه لايه؟ الكلام ده من الحدود بتاعت نقطه الانيشال، النقطه اللي كانت عندها اصلا الشحنه لغايه النقطه اللي ايه؟ اتحركت. تمام؟ من هنا لهنا. ده كده انت جبت الايه؟ الورك او الشغل المبذول عشان تحريك الايه؟ الشحنه. ده كده بالايه؟ بالشغل. طب في الحاله ديت انا دلوقتي بقى في شغل مبذول. انا حركت شحنه من نقطه لنقطه. الكلام بقى بتاع الدوائر. يبقى في ايه؟ يبقى في ما الشحنه اتحركت يبقى في جهد، كان في جهد للنقطه دي. وما الشحنه اتحركت من حد تاني وشفت الشغل المبذول اتحرك بيه يبقى في جهد تاني للنقطه دي اللي اقصد طلع. يبقى في فرق في الجهد ما بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. من دلوقتي لغايه اخر الشهر هتلاقي عاملين الكلام، طب فرق الجهد ده احسبه ازاي؟ طب عايز احسب الجهد بتاع كل نقطه يبقى ازاي؟ هتلاقي الموضوع بسيط ايه؟ قوي معاك. هتلاقي مساله عليها وشوف دلوقتي ازاي؟ انت هتلاقي مثلا الاي اللي هتبقى موجوده في المسائل، ممكن الاي اللي هو المجال الكهرباء اديها لك لاين او اديها لك بوينت شارج لو شفت معانا، واقول لك احسب لي ايه؟ الشغل المبذول. او احسب لي وهتشوف ده تبقى قانون ازاي؟ او احسب لي الجهد او فرق الجهد. هنشوف الكلام ده ازاي؟ ماشي الكلام؟ طب لو انا عايز احسب دلوقتي البوتنشال ديفرنس، فرق الجهد او زي ما احنا بنقول بقى فولتج ديفرنس. الفولت لو انا عندي يا جماعه المفروض الشحنه اتحركت من نقطه بي لنقطه ايه؟ فالمفروض لو انا حضرتك مديك المجال، تمام؟ المجال بتاعك كمعدل، المفروض الفولت بيساوي ايه؟ المجال انا عندي هنا شحنه هنا واتحركت من نقطه ايه؟ لنقطه بي، زي ما احنا عاملين هنا كده، حتى اتحركت من نقطه بي او العكس من بي راحت لايه؟ لو عايز اجيب فرق الجهد اللي ما بين النقطتين دولت في اي نقول على طول في اي النهايه ناقص البدايه. الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي المجال اللي انت موجود فيه مضروب فيه المسافه اللي اتحركتها معاك. عشان الكلام ده يوصل اكتر، المكثف يا جماعه، المكثف انت عشان تجيب فرق الجهد ما بين التو بليتس بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على المجال اللي متولد والمسافه اللي ما بين التو بليتس يعني. فانت معنى كده كل ما المسافه تزيد الفرق الجهد ده اللي هيحصل له. تمام؟ المفروض انت عندك المجال الفولت على المسافه، وانا بتكلم حاجه لو جيت بتوع ثالثه لو بتكلم عن حاجه انا كملت وخلصت خلاص. فانت شده المجال لو المسافه ما بين التو بليتس زادت شده المجال دي اللي هيحصل لها؟ هتقل. تمام؟ فانت هنا معاك فرق الجهد معتمد على الكلام ده. ادي بالشكل ده. طب انا دلوقتي يا جماعه ايه اللي هيبقى زي ما تشوف المسائل معايا؟ هديك المجال دوت. ممكن يبقى المجال ده بتاع بوينت تشارج او لاين تشارج او سيرفيس تشارج. هنبتدي بوينت ولاين وهجيب لك القانون بتاعهم دلوقتي وهجيب لك قانون فرق الجهد. الفي دي انا عباره عن في ايه ناقص في دي، وبعد كده هحسب لك جهد كل نقطه لوحدها اللي ممكن في مساله اقول لك هات لي ايه؟ جهد نقطه كذا. تمام؟ نتيجه شحنه معينه والشحنه ديت عامله مجال، فانا عايز اجيب لك الايه؟ هات لي الكلام ده. واضح الكلام؟ تعالى نشوف واحده واحده كده معانا الامثله كلها ونشوف الكلام ده ازاي. بصوا بقى معايا يا جماعه. بصوا يا باشمهندسين واحده واحده كده. هناخد كذا حاجه، لو لاين تشارج هنعمل ايه؟ لو بوينت تشارج هنعمل ايه؟ بوينت تشارج اسهل من كده. وبعدين هناخد بقى لو اكتر من تشارج عندنا هنعمل نكس بوينت ازاي؟ كل الكلام ده نقوله بالتفصيل. طب تعالى بس نرجع لحاجه كده. انا هنا مكتكب لك ده الشغل وده فرق الجهد. يبقى كان لو بصيت العلاقه ما بين المعادله دي ودي، ايه الفرق ما بينهم؟ الشحنه نفسها. يعني كان من هنا انا ممكن الاول اروح اجيب الشغل المبذول نقل الشحن واقسمه على الشحن نفسها اجيب الايه؟ الجهد. دي برضه طريقه ثانيه ممكن تبقى في مساله. هات هات الشغل، طب هات لي الجهد بعد كده اقسم على ايه؟ على الشحنه اللي موجوده معاك. طب تعالى نبص كده ناخد كذا حاله، الموضوع هيبقى بسيط قوي في الشابتر دلوقتي لان المساله بتاعته بسيطه قوي. ان انت لو عندك هنا لاين تشارج، لو نفتكر في اول السنه خالص قلنا لو لاين تشارج وعايز اشوف هستعمل انهي كوردينيتس، قلنا على طول اغلبيه الحالات لو لاين تشارج هستعمل ايه؟ السلندريك. صح؟ حاول نفتكر مع بعض كده. لو انا عندي هنا لاين تشارج
يبقى المجال اللي هو عامله الرو في ال على 2 باي ابسلون نوت في الرو في اتجاه الايه؟ الرو. خدت اللاين تشارج يبقى المفروض الشحن بتاعه المجال في اتجاه الايه؟ نص القطر وانت ايه؟ طالع بره المجال حتى في اتجاه الايه؟ الرو. الرو هو ايه؟ من السنتر لغايه ايه؟ انت طالع على ايه؟ نص القطر بره. لو انا جيت هنا قلت في نقطه اسمها ايه؟ وفي نقطه ثانيه اسمها بي، وعايز اجيب الشغل المبذول ان انا احرك شحنه من نقطة بي لنقطة ايه؟ يعني البداية هنا ده الانيشال وده الفاينل. على حسب القانون اللي كنت كاتبه ده المفروض اعمل ايه؟ كنا لسه كاتبين القانون هناك اهو. الكيو ماشي هتبقى رقم ثابت معاك مالهاش دعوة باللعبة خالص اللي انت دلوقتي معاك اهو في المجال في الدي اوف ال. انا ماشي كده المفروض ايه؟ بتحرك من A ل B او من B ل A في اتجاه الايه؟ الرو. يبقى دي رو في اتجاه الايه؟ الرو. عشان نبقى ثابتين من دلوقتي لو جت اي مساله هيبقى في احتمالين فيهم، يا اما اقول لك ماشيه في اتجاه الاكس يعني الدي اكس في اتجاه الاكس، يا اما ماشيه في اتجاه الرو هجيبها لك سلندريك مش هجيب حاجه ثاني معاك. تمام؟ عشان نبقى ايه؟ متفقين. ماشي؟ الدي رو في اتجاه الايه؟ الرو. المفروض هضرب دي مع دي زي ما كنت كاتبين دوت برودكت صح؟ فالمفروض ايه اللي هيحصل؟ ادي دي مع دي بواحد يبقى كان هنا كامل بالنسبه لايه؟ للرو. والانيشال بتاع البي والفاينل بتاع الايه؟ الايه. تمام يا اخوانا؟ انا بكمل بالنسبه للرو، الرو موجوده في ايه؟ تكامل واحد على رو اللي هي ايه؟ للرو. بس نصحى مع بعض كده يبقى الكلام ده مثال سالب كيو في الرو اوف ال على 2 باي ابسلون نوت لين رو. الكلام ده من ايه لفين؟ من البي للايه؟ من البي للايه؟ للايه؟ الكلام ده فيه حاجه؟ تمام؟ لو جت مساله انت هتعوض على طول مش هتقعد تكامل يعني. هنا المفروض تعالى بقى نعوض كده يبقى الكلام ده بيساوي الشغل بيساوي سالب كيو في الرو اوف ان على 2 باي ابسلون نوت. المفروض اعمل ايه؟ لين اللي فوق ناقص لين اللي تحت صح؟ ده نهائيه ناقص الايه؟ البدايه. طب في سالب هنا، السالب دي تخليني اعمل اشيل السالب واغير دي تبقى ايه؟ الكلام ده كان كيو في الرو اوف ال على 2 باي ابسلون نوت لين حاجه ناقص لين حاجه يبقى لك هنا ايه؟ لين بي على ايه؟ ده الشغل المبذول عشان تحرك الشحنه من بي الى ايه؟ طب لو عايز اجيب فرق الجهد اللي ما بين الاي والبي قلنا تاني فرق الجهد يبقى النهائي ناقص ده اسمه في اي بي. تبقى انت عارف في اي بي معناها ايه؟ في اي ناقص في بي. يبقى انت حركت من بي لايه؟ النهائيه هي الايه؟ الايه. واضح الكلام؟ الحته دي عشان ما يبقاش في اشاره غلط نصحى مع بعض. اما اقول في اي بي يبقى اسمها في اي ناقص في بي. يبقى انت حركت الشحنه دي فين؟ من بي لايه؟ ايه هي النهائيه؟ على طول انت بتقول النهائي ناقص الابتدائي. تمام؟ بص انت كان في هنا النقطه دي كان ليها بورد معين تنشن معين انت بذلت شغل عشان تنقلها لمكان تاني. المكان التاني ده المفروض الشغل الجديد بتاعها بيساوي ايه؟ الشغل القديم الانرجي اللي كانت فيها معاها بتنشن الانرجي بتاعتها في الوضع بتاعتها. لو هنتكلم بقى حاجه فيزياء مالناش دعوه بالكلام بتاع فيلد خالص طاقه الوضع بتاعت النقطه دي ايه هتبقى اكتر ولا ايه اكتر؟ مش انت بذلت شغل خدتها من هنا لقيتها كده حطيتها ايه؟ هناك. يبقى طاقه الوضع النهائيه اكبر. انا بذلت شغل لقيت فيها مثلا طاقه كانت 2 جول انا خدت كمان 1 جول عشان ايه؟ بذلت شغل عشان ايه؟ طاقه الوضع النهائيه 1 زائد 2 النهائيه هي الايه؟ هي الاكبر. مش كده في كود فولت يبقى الفولت بتاع ايه هيبقى اكبر من الفولت بي. طب يبقى في ايه ناقص؟ واضح الكلام؟ ده لو انت بذلت شغل لو الشغل معاك طلع بجوه يبقى انت بذلت شغل. انما لو طلع بالسالب يبقى انت خدت يبقى معنى كده يبقى في بي هو الاكبر من في ايه؟ مش كده الوقت انت عايز ايه؟ نبص مع بعض كده شويه عشان نحاول نركز ايه مش بس في الايه؟ مش في المسائل ايه؟ عشان نقدر فاهمين الكلام ده. طب الفي اي بي قلنا بتساوي ايه؟ الشغل المبذول على نركز مع بعض يبقى الامور سهله على الشحنه نصحى مع بعض كده شويه على الشحنه. يبقى الكلام ده بيساوي ايه؟ الرو
على 2 باي ابسلون نوت لين بي على ايه. ايه هي دي؟ المسافه اللي ما بين السنتر لغايه النقطه دي، الطول ده الرو ده. ايه هي الايه؟ المسافه اللي هي الايه؟ تمام؟ اللي هي ممكن تقول بدل بي يعني تبقى رو بي ورو ايه من السنتر لغايه الحته دي، ومن اللاين تشارج بمعنى اصح للحته دي، واللاين تشارج هحطه فين؟ على الاكسس. تمام يا اخوانا الكلام ده؟ ادي لو كنت ايه؟ لو كنت عايز اجيب ايه؟ فرق الجهد نتيجه لاين تشارج. طب تعالى نشوف بقى لو مش لاين تشارج، لو بوينت تشارج. انا عندي شحنه هنا اهي، انا اسمعي معايا بس، لو جت اي مسائل مش هختلف على الشكل ده. لو جت مسائل لاين تشارج هيبقى معاك، بس هتعوض في القانون، هيتقال كتير جدا مسائل في السكشن معايا. لو جت بوينت تشارج زي انا هقولها دلوقتي، او ممكن تبقى اكتر من بوينت تشارج، فبرضه هيبقى نفس الايه؟ نفس السيكونس ده. لو جينا دلوقتي انت عندك شحنه، الشحنه ديت بوينت تشارج، الشحنة ديت عملت مجال، وعايز احسب فرق الجهد ما بين نقطة A ونقطة B نتيجة الشحنة اللي موجودة هنا. تمام؟ المفروض المجال بيساوي نتيجة البوينت تشارج Q على 4 باي ايبسلون نوت R تربيع في اتجاه ماشي اللي هو الايه؟ اليوم في R، اعتبر انا اشتغل كأن سلندريكال كومبوننت وكأن في ايه؟ R من هنا في راديوس معاك اللي هو بتاع الايه؟ بتاع الكورة. طب الدي اوف ال معاك اللي هو هيبقى عباره عن ايه؟ كان انا ده السنتر بتاع الكوره، وكاني بطلع هنا في اتجاه اليو اوف ار، في اتجاه الريكس بتاع الكوره، يبقى اسمه الدي اوف ار في اتجاه الارض. طب الفولت ما بين نقطه ايه ونقطه بي، في اي بي معناها ايه؟ في اي ناقص في بي، كاني اتحركت من بي تاني ليه؟ ليه؟ الكلام ده زي ما قلنا بيساوي سالب تكامل من بي ايه المجال اللي عندك، المجال عباره عن ايه؟ كيو على 4 باي ابسلون نوت، انا بضرب دي في دي دوت فرو ده، ده في اتجاه الار وده كمان في اتجاه الار، فما عندي كده تسمع ليه بقى بس هنا دي اوف ار. وتاني لو جت اي مساله في الجزء ده مش هخليك تكمل في حاجه. هيبقى قانون تعويض ماشي؟ اعتقد ما دخلناش الميد ترم ولقينا في تكاملات غريبه، انا قلت مش هيبقى في تكاملات غريبه في الحته دي، ما دخلنا ما لقيناش في حاجه ساين كوزاين مش عارف ايه ساين ايه الكلام ده كله. هنشوف الدرجات خلاص يا اخوانا، هنشوف الدرجات. لو الدرجات زي ما قلنا انا شايف والله الامتحان ما كانش صعب، بس لو الدرجات في حاجه فيها خلاص هنبقى نعمل حاجه ثانيه تحسين ولا حاجه، مفيش مشكله خالص يعني. تمام؟ خلاص نركز دلوقتي بس مع بعض، نركز. معايا يا جماعه الناس؟ خلاص شايفين الناس معايا بس معايا. احط هنا المجال وكاله. تمام كده معانا؟ بص انت عندك هنا عشان اسم دي ار تربيع، دي ار تربيع اما تيجي تكمل يا هندسه انت بتكمل بالنسبه لار تربيع كانها ار ايه؟ معلش لو جيت هنا احطها فوق كده كانها ار سالب كام؟ 2 صح كده معانا؟ اما تيجي تكمل دي تكاملها يبقى كام؟ هضيف على الاس واحد يبقى كانها واحد على الار ويبقى فيها هنا ايه؟ سالب، يبقى كان الكلام ده بيساوي سالب مع سالب تبقى ايه؟ موجب. يبقى الكلام ده كيو على 4 باي ابسلون نوت والار تحت تاني ومن ايه لايه؟ اما اجي اعوض بقى معايا مش مهندسين معايا جماعه الناس، اما اجي اعوض يبقى اجي اعوض هنا ايه؟ مره اعوض بالايه ومره اعوض بالايه؟ ده القانون اللي عايز تعرفه، بس ان البي دي بتساوي ايه؟ نتيجه البوينت تشارج فرق الجهد كيو على 4 باي ابسلون نوت واحد على الار الاولانيه، ايه هي الار الاولانيه؟ الماجنتيود بتاع الفيكتور اللي ما بين البوينت تشارج لغايه النقطه اللي بتحسب عندها الايه؟ الجهد نقطه ايه؟ والار بي هو الماجنتيود بتاع الفيكتور ما بين النقطه دي والايه؟ ما بين البوينت تشارج الشحنه بتاعتك وما بين الايه؟ النقطه اللي بتحسب عندها. تمام؟ ده كده بالايه؟ بالجهد. كده حضرتك جبت الايه؟ الكلام ده. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ ان ممكن بدل ما هي شحنه واحده تلاقيها ايه؟ كيو واحد كيو اتنين كيو تلاته. هتروح تعمل ايه؟ زي ما عملنا قبل كده اللي انت ممكن تروح من هنا تجيب نتيجه الشحنه الاولانيه وتيجي تروح تجيب ايه؟ بنفس القانون تروح تجيب نتيجه هنا في ايه؟
ار ايه بس 3 وهنا ار بي 3 يبقى نفس القانون ده. كده انت كده جبت لينك الشحنه الاولانيه، تعمل نفس الكلام في الشحنه الايه؟ ايه اللي هيتغير يا جماعه؟ الاراضي اللي ما بين الايه؟ تمام؟ يبقى انت ممكن تحسب دي لوحدها وتحسب دي لوحدها. هو عاده مش هخليك تحسب فرق جهد او نقطتين، لا خليك تحسب جهد نقطه واحده. هقول لك هات الفولت ايه؟ جهد نقطه ايه؟ هتكتب ان في شحنه اولانيه والثانيه والثالثه والرابعه. الشحنه دي هتعمل مجال، المجال ده يبقى فيه ايه؟ جهد، والنقطه دي هتكتب المجال اللي هو موجود ايه؟ فيه. نفس الطريقه ممكن تروح تجيب ايه؟ الفي. بس معايا لو قلت ده اتفهم، اللي انت ممكن تروح تجيب في ايه لوحده؟ وتكتب ثلاث شحنات. وفي دي لوحده ثلاث شحنات، بعدين تطلع دي ناقص. لا اما تعمل زي ما عملت كده، يبقى ده دي اي دي نتيجه اول شحنه. في اي دي نتيجه ثاني شحنه، ثالث شحنه تجمعهم ايه؟ على طول. تمام؟ تعالى نشوف الكلام ده دلوقتي ازاي. معايا يا جماعه حاجه بس معينه، لو انت عندك حركت عايز تجيب الشغل المبذول، عندك شحنه حركتها من نقطه لنقطه وقعدت تلف 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 والمفروض رجعت لنفس النقطه تاني، المفروض ان الشغل المبذول بيساوي كام؟ صفر. ان حتى المفروض انت لما تجيب شغل بعد ما تجيب الشغل هتقسم على الشحنه نفسها وهتجيب الايه؟ جهد. طب ما انا الجهد اصلا اللي لفيته ورجعت لنفس ايه؟ يبقى يعني الجهد الاخير كام؟ هو نفس البدايه، في الفرق كام؟ تمام؟ دي نقطه ثانيه بس الناس ايه؟ بص يا جماعه الناس معايا معايا دلوقتي حضرتك انا قلت لك فرق الجهد بين اي نقطتين بيساوي الكلام ده. طب لو انا اعتبرت نقطه بي دي انت رايح لما لا نهايه، انت اول حاجه من ما لا نهايه انت رايح اصلا لما لا نهايه، وعندك عايز تجيب بقى المحل ده. في الحاله دي عايز تجيب جهد نقطه ايه بس، الريفرنس بتاع اللي هو بي انت بادئ منه وكانت تبادئ ما لا نهايه. انت في الحالة دي واحد على ار بي هيبقى كام؟ في الحالة دي انت بتجيب جهد نقطة ايه؟ الجهد بتاع النقطة دي اللي هو يبقى عبارة عن كيو على 4 باي ايبسلون نوت في الار اوف ايه. دلوقتي لو انا في اي مسألة قلت لك روح هات بس عشان كده بنسميها الابسلوت بوتنشال او ابسلوت فولتج، جهد نقطة مش فولتج ديفرنس ولا بوتنشال ديفرنس. بوتنشال هي نفس الجهد، هي نفس كلمه فولتج. فانت دلوقتي عايز تجيب جهد نقطه ايه؟ جهد نقطه ايه هيبقى بيساوي كام؟ الشحنه اللي عملت المجال على 4 باي ابسلون نوت في الار. ايه هي الار ديت؟ اللي ما بين الشحنه وما بين النقطه اللي بتحسب عنها. معرض في المساله ممكن اقول لك ايه؟ طب روح هات لي جهد نقطه دي. معرض تاني في المسألة إن أنا ممكن ألاقي أكتر من شحنة، كيو 2 كيو 3 كيو 4، وعايز حضرتك تجيب لي إيه؟ الجهد بتاع نقطة إيه نتيجة الشحنات دي كلها؟ يبقى ده كيو 1 كذا النسبة أر 1 إيه زائد كيو 2 على 4 باي إبسلون نود في أر 2 إيه زائد كيو 3 على 4 باي إبسلون نود في أر 3 إيه. إيه بقى المسافات اللي هي ما بين كيو؟ يبقى دي هنا دي اللي بنسميها ار 3 اي، وعندك هنا ار 2 اي وار 1 اي، المسافات دي كلها تبقى موجوده ايه؟ عندك. تمام؟ طب في حاجه، هو انا اجيب الار ده ازاي؟ دي عشان كانت عندي الصفر فرحت جايب المسافه دي كده كلها على طول. طب دي اجيبها ازاي؟ مش دي مثلا تبقى نقطه مثلا 4 و5 و1 ودي هتبقى 3 و2 و4. انا عايز اجيب الفيكتور اللي اسمه ار 3 اي، يبقى ازاي بقى اجيبها ازاي؟ النهايه ناقص البدايه، يعني اطرح دي ناقص دي. تمام كده يا اخوانا؟ اطرح اللي انا واقف عندها دي ناقص دي، يعني سالب 1 في اتجاه الاكس، 2 ناقص 5 سالب 3 في اتجاه الواي، 4 ناقص 1 زائد 3 في اتجاه الزي. اللي هو بمعنى اصح يا جماعه عشان بس الناس كده تبقى معايا، بص لو الشحنه دي موجوده هنا كيو 3 ليها ار هنا اسمه ار 3 اللي هو طالع منين؟ من الاوريجن. ودي نقطه ايه؟ ادي ار في ايه؟ انا عايز اجيب الفرق اللي هو ده، عايز اجيب الفيكتور اللي هو ده
ار 3 ايه اللي ما بين الشحنه وما بين النقطه، المفروض ده يبقى بيساوي ايه؟ الفيكتور ده ناقص ده. او انا بحسبها ازاي؟ احداثيات ده ناقص احداثيات ايه؟ ده. تمام؟ ما هو الفيكتور ده يا جماعه بيساوي ايه؟ لوحده ده ناقص صفر، يعني هو النقطه دي وده لوحده بيساوي ايه؟ ده ناقص صفر. فخلاص انت لما تيجي تقول انا عايز اجيب الفيكتور ده، احداثيات ده ناقص احداثيات، كان الفيكتور ده ناقص الفيكتور. انت بس تبقى عارف ازاي تعرف تجيب من ايه؟ الفيكتور وبين اي شحنه ولا ايه؟ واضح الكلام ده ولا ايه؟ يا اخي ما قلتش حاجه والله. انا عندي كذا شحنه وعايز اجيب جهد النقطه دي نتيجه الشحنه ديت، اعمل ايه؟ هعوض في القانون ده. هيبقى عندي مشكله اللي هي ايه؟ ايه الار واحد في ايه دوت؟ المسافه اللي ما بين الشحنه ايه؟ كيو واحد ونقطه ايه؟ ار 2 في ايه؟ المسافه ما بين الشحنه كيو 2 ونقطه ايه؟ كيو 3 ونقطه ايه؟ احسبها ازاي؟ بس اجيب الماجنتيود ده نفسه ازاي واعوض هنا اجيب الايه؟ جهد نقطه ايه؟ الكلام كده مظبوط ولا في حاجه الناس معايا؟ تعالوا نشوف كده مسألة معانا. الموضوع يوضح بالمسائل وهتلاقي في مسائل كتير قوي اتقال في السكشن على الشابتر دوت. أغلبية الكلام كله هيبقى على هو حكاية البوتشر إيه الديفرنس. بص يا جماعة. معايا هنا المجال الكهربي مديني معادلته، حاجة في الإكس، حاجة في الواي، حاجة في الزد، ولو جت هجيب حاجة كده كارتيزي. عشان الموضوع يبقى واضح بس معانا. المطلوب هات الفولت اللي ما بين الإي والبي. معطى نقطة A احداثياتها كام و B احداثياتها كام؟ طب احنا قلنا قبل كده الفولت اللي ما بين A وال B عبارة عن ايه؟ سالب تكامل المجال دوت برودكت في الايه؟ في الدايركشن بتاع حركة اللي من ال B لل A. تمام؟ معايا مش بس معايا المجال ادي معدته اهي دوت برودكت. انا شغال المفروض كل حاجة كارتيزيان، يبقى دي اكس في اتجاه اكس، دي واي في اتجاه واي، دي زد في اتجاه زد. ده المفروض الايه؟ دي اوف ال بتاعتي. طب لما اضرب كده المفروض يبقى اعمل ايه؟ ده هيتضرب في ده، واللي في الواي هيتضرب في الواي، واللي في الزد هيتضرب في الايه؟ يبقى الكلام ده المفروض معانا سالب تكامل من دي من ايه؟ 20 اكس واي في اتجاه الاكس. معايا مش هسيب الاكس معايا؟ 10 اكس تربيع في اتجاه الواي زائد واحد هنا واحد يبقى كان اتجاه ايه؟ وهكمل من كام لكام؟ من الحاجات دي من البي للايه. تمام؟ ماشي يا جماعه؟ ماشي زي الفل. طب تعالى بقى نشوف في حاجه مهمه قوي يا جماعه. هو انا لما اتحرك يا باشمهندس معايا بس يا لما اتحرك من نقطه بي لنقطه ايه؟ انا مديني احساسات النقطه دي ومديني احداثيات النقطه دي. تمام يا باشمهندسين؟ معايا احداثيات نقطه بي ومعايا احداثيات نقطه ايه. انا ممكن اتحرك كده وممكن كده كده صح. انا ممكن اتحرك في اي يعني في مسارات كتيره قوي تقدر توصلني لنفس الايه الحاجه. طب انا اهم نقطه ازاي احدد المسار اللي انا ماشي فيه؟ همشي فيه من بي لايه؟ لازم اجيب معادله اقدر تجيب لي المعادله دي تبقى رابطه معادله خط اقدر امشي عليها، يبقى انا عرفت ان انا الخط اللي همشي فيه ستريت لاين اللي من بي لايه همشي في ايه؟ ده
يعني بمعنى اصح هجيب معادله هي دي اللي انا هقدر اكمل بيها اللي انا اقول انا مشيت في الاتجاه ده من بي لايه؟ اذا في معادله عندك تبقى موجوده وهي دي كلها صحه المسألة. هنجيبها دلوقتي واحده واحده اقولها ازاي بالظبط وهتلاقيها بسيطه جدا. وبعد كده تلاقي في السكشن اللي اتقال كذا مساله هي بس لعب في ايه؟ تبقى تبقى لي نقطه واقف عند اي نقطه. بس حته تجيب المعادله اللي بتتحرك فيها من هنا لهنا هي دي اهم ايه؟ اهم حاجه. واضح الكلام؟ تعالوا نشوف نجيبها ازاي. طب بص يا جماعه انا دلوقتي المفروض ان انا هاجي هنا يبقى انا هكامل السالب بره اهي هكامل 20 الاكس واي الدي اكس انا بتحرك من كام؟ المفروض بتحرك من بي لايه؟ الاكس بتاع بي كان بكام؟ والاكس بتاع ايه كان بكام؟ يبقى انا المفروض اكمل من 2 ل 1 عشان شغال على ايه؟ على الاكس. ماشي. زائد 10 تكامل 10 اكس تربيع دي واي. انا بكمل من بي لايه؟ يبقى من 1 لكام؟ من 1 لسالب 1 زائد الدي زد مفيش حاجه هنا معايا. انا بكامل من بي لايه؟ يعني من 3 لكام؟ صح كده الكلام معانا؟ طب تعالى شوف بقى اما اجي كامل هعمل ايه؟ بص يا جماعه زي ما قلت تاني انا عندي كذا مسار. كان في حاجه في الرياضه لو انت عندك نقطتين يا باشمهندس لو حد مش عايز يحضر يا جماعه ممكن يمشي. لو عندك نقطه دي تمام تيجي هنا تاخد نقطه تحطها في النص اكس واي وزد. انا مش فاكر بحاول افتكر بس اسم الحاجه دي كان اسمها ايه. تمام اللي انت عشان انت عايز تجيب معادله لو انت عندك بدايه الخط وعندك نهايه الخط عندك ذات البدايه والنهايه وعايز تجيب معادله في الاكس والواي عشان تجيب المعادله بتاع الخط الواي كام من الاكس. بحاول افتكرها بالعربي بس مش فاكر الاسم معانا. فكنا بنعمل ايه؟ بص يا جماعه كنت بتعمل ايه؟ بص كان يجي يقول لك هنا ايه؟ دي ناقص دي بتساوي دي ناقص دي. كنت بتعمل كده تيجي هنا هنا الواي بتاع النقطه دي نسميها واي واكس. الواي ناقص البدايه على الاكس ناقص البدايه بتساوي ايه؟ النهاية ناقص هتتقال في اعدادك هتتقال لو انت عندك نقطتين وعايز تجيب معادلة الخط دي عاملة ازاي؟ تمام؟ فبقى عندك هنا بداية الخط وعندك هنا نهاية الخط معايا بس مش فارسين وبتحط نقطة في النص اللي انت بتسميها ايه؟ الاكس والواي عشان تجيب الايه؟ المعادلة. تطرح ان في النص ناقص النهاية البداية بتساوي النهاية ناقص البداية. يبقى ده الواي ايه الوايات فوق والوي الاكسات تحت ناقص الواي بي على الاكس ايه ناقص الاكس. تمام ادي بالشكل ده كده. طب تعالى بص معايا هنعوض هنا بقى يا جماعه. لو انت جيت بالشكل ده نقطه بي اللي هي النقطه دي البدايه الواي بتاعتها بكام؟ بواحد. الاكس بتاعتها بكام؟ باتنين. بواحد اتنين. اه معلش دي بواحد ودي بكام؟ باتنين. طب الاكس اوف ايه بكام؟ نقطة ايه؟ الاكس بتاعتها بكام؟ والبي بتاعت الاكس اوف بي بكام؟ باتنين. يبقى الاكس اوف ايه عشان احط مكانها؟ واحد. والايه وهنا كان مكتوب الاكس اوف بي احط مكانها؟ اتنين. يبقى اذا واي ناقص واحد على اكس ناقص اتنين الكلام ده بيساوي كام؟ واحد على سالب واحد. صح يبقى الكلام ده كانه ايه؟ سالب واحد. يبقى كأن بالشكل ده كده معانا. إذا واي ناقص واحد على اكس ناقص اتنين الكلام ده بتساوي معلش مرة تانية وهنا كان إيه؟ ثانية بس يا جماعة الواي ناقص واي في بي، واي في بي اللي هو بكام؟ بواحد. الاكس ناقص الاكس اوف بي، الاكس اوف بي اللي هو كام؟ اتنين. واي بي ناقص واي اي ناقص واي بي اكس اوف اي ناقص اكس اوف بي. واي اي بكام؟
سالب واحد. خلاص ما انا بقول على كده والله الواي. سوري بس يا جماعه معلش ثانيه بس. الواي في ايه ناقص الواي في بي؟ الواي في ايه بسالب واحد، يبقى دي كده سالب واحد. تمام؟ تاني واي اللي في النص ناقص البدايه بتساوي النهايه ناقص البدايه. يبقى هنا سالب واحد ناقص واحد يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ ناقص 2 على الاكس اوف ايه اللي هو بكام؟ واحد، والاكس اوف والاكس اوف بي ب 2، يبقى 1 ناقص 2 تحت هنا يبقى سالب، يبقى كام؟ يبقى هنا سالب 2 على سالب 1، يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ 2. تمام؟ اذا الواي ناقص 1 بتساوي 2 في الاكس ناقص 2. تاني انا عملت ايه؟ خدت نقطة البداية ونقطة النهاية وحطيت نقطة في النص. هنا بص على المقام بيساوي بص على مقام. النقطة دي الواي بتاعتها اسمه واي ناقص الواي بتاعت البداية اللي هي بكام؟ بواحد. واي اوف بي اكس اوف بي واي اوف بي اكس اوف اي واي اوف اي واي ناقص واي بي على اكس ناقص اكس بي بتساوي الواي اي ناقص واي بي اكس اي على ناقص اكس اكس ماشي الكلام. هنا النهايه ناقص البدايه وهنا اللي في النص ناقص البدايه. كده بالشكل ده انا جبته معادله واي ناقص 1 بيساوي 2 اكس ناقص. لو بالشكل ده يبقى الكلام ده كان 2 اكس ناقص 4. الكلام ده بيساوي ايه؟ واي ناقص 1. اودي الواحد الناحيه الثانيه يبقى كان كده 2 اكس ناقص، هديها تروح بالموجب يبقى الكلام ده كام؟ ناقص 3. ادي الواي. كده انا جبت الواي بدلاله الاكس. كده انا عبرت عن الخط ده كده يا جماعه. فمعنى كده اما اجي في اي معادله هنا انا اقدر اشيل الواي واحط بدلها. انا بعمل كده ليه؟ لان التكامل نفسه في ايه؟ وانا بكمل عندي حدود تكامل بس ليه؟ للاكس. فلازم اجيب الدي بدلاله دي. طب اما اجي هنا اقدر اشيل الاكس واحطها بدلاله الايه؟ من نفس المعادله دي. هي دي كل اللعبه اللي في المساله. لان انت اتحطيت ان انت بتكمل دي واي، فيبقى لازم هنا حدود تكامل دي ايه؟ للواي. طب الاكس هجيبها منين؟ ده ثابت. طب ماشي احطه ثابت، المفروض في الاخر يطلع ايه؟ رقم. الفولت في الاخر ده يطلع، فرق الجهد ده يطلع رقم. طب هجيبه ازاي؟ هي دي كل الفكره. ماشي يا اخوانا؟ ولو جت هنعمل كده، مش هحاول العب لك فيها لان اجيبها لك في الزيت كمان عشان اعمل لك مشكله. عشان لو جت في الزيت كمان هتلاقي الدنيا ملخبطه معاك قوي، فهحاول اعملك بنفس ايه؟ الطريقه. هكمل بس هكمل التكامل عشان الناس تفهم معانا ايه؟ الموضوع انا قصدي ايه؟ انتربوليشن. فانت بتحاول تجيب المعادله بتاعت الايه؟ الخط بدايه ونهايه وتحط نقطه في الايه؟ في النص. انا مش فاكر بس بالعربي والله هي معناها ايه يعني؟ لما افتكر في الاسم اصلا مش جاي معايا. طب بص بقى معايا يا جماعه، اخر حاجه معانا، تعالى نكمل كده. سالب، هسيب السالب بره. تكامل من 2 ل1. هسيب ال 20 زي ما هي. الاكس زي ما هي، اشيل الواي واحط مكانها كام؟ 2 اكس ناقص 3. الكلام ده في اتجاه الاكس. زائد انا بكامل من 1 لسالب 1. 10 المفروض اروح انا اكس تربيع. اعمل ايه دلوقتي لو الناس معايا يا جماعه؟ نقطه ثانيه بس الناس تصحى مع بعض فيها معلش. عشان هتشوف الكلام ده في السكشن بس عايز اخدها واحده واحده. انا عوضت اول واحده تمام، شلت الواحد مكانها اكس عشان هي في الدي اكس. طب تعالى شوف معايا بقى المعضله الثانيه شويه دي هنا. 10 اكس تربيع دي واي. انا ممكن عندي حلين، اقدر اجيب الواي اقدر اجيب الاكس بدلاله الواي، لا اما اعمل حل تاني. ايوه فاضل ازاي بقى؟ نسال يا ريت يعني حاسسوني في حد قاعد معايا، خلينا نقعد نركز كده. مش لو فاضلت الناحيتين يبقى دي واي بتساوي ايه؟ يعني انا ممكن هنا اسيب دي 10 اكس تربيع زي ما هي، بس هنا لما اجي اعوض هنا اعوض من كام لكام؟ انا اشيل الدي اشيل الدي واي واحط مكانها كده صح؟ ايوه نصحى يعني ايوه نصحى مع بعض نصحى مع بعض. انا بكمل كده زي ايه؟ ما سيبش صح كده. يبقى انا اكمل من كام لكام؟ من
يقدم المكان برضه دي اكس انا الاكس بتاع النقطتين من بي لايه يا برضه من بي لايه لواحد زائد اخر حاجه من 3 لصفر دي عاديه ما فيهاش اي مشكله اصلا في اتجاه زد عادي جدا. الفكره بقى ان لو المعادله دي كان فيها حاجه في اكس وايه يبقى انت كنت لازم تحول تجيب المعادله كان لازم المعادله دي يبقى طالع فيها حاجه في اتجاه الزد عشان بعد كده تحول تجيب الدي زد بدلاله الاكس او الواي وتعوض هنا. الكلام ده اتفهم؟ ايه؟ انا مش هجيبها لك والله عشان ما اخبطكوش تمام؟ بس حتى لو كان كده انت المفروض ان انا هيبقى المعادله عندي ان مثلا عندي حاجه الزد باتجاه الواي والاكس، انت مشكلتك انت تخش في الحته دي يبقى فيها دي اكس ودي واي. فهتحاول تفصل فيها فانا عشان ما اخبطكوش مش هجيبها لك. تمام؟ عشان ما تخش في الرياضه كتير مش هجيبها لك. لو حاجه معينه مثلا الاكس بدلاله الايه؟ الواي او الواي بدلاله الايه؟ متفقين؟ المهم نحل والله بعد كل بس المهم نحل تمام ماشي. بص يا جماعه الناس معايا بس معايا تعالى هندسه كده ما فيهاش اي مشكله. ليه ليه بقى حضرتك سيب السالب بره اما ده معايا بس يا باشمهندس معاك معنى دي 20 اكس وانا شلت واحد مكانها 2 اكس ناقص 3 فدي المفروض كده كانها 40 انا لسه بكام 2 لواحد 40 اكس تربيع ناقص 60 اكس لسه هتعملها دي بالنسبه الدي اكس زائد تكامل برضه من 2 لواحد 20 اكس تربيع دي اكس زائد تكامل من 3 لصفر في الدي زد. اوكي تعالى نشوف بقى التكامل ده هيجي ازاي. ايه؟ مش ما انا عارف خلاص ما انا هكملها بس دي انا هخلصها والله حاضر. آلة ولا هنعمل ايه؟ حاضر المهم نيجي في الامتحان نحلها بس انا والله قلت عشان اكملها عشان يبقى خلصنا كل حاجه. بص يا جماعه هسيب السالب بره دي تكاملها تبقى كام؟ 40 اكس تربيع على ناقص 60 اكس تربيع على 2 الكلام ده معايا بس مش من 2 لواحد زائد 20 اكس تربيع تبقى كانها 40 اكس تبعيد على 3 من 2 لواحد زائد هنا تبقى كانها ايه؟ دي زد كانها ايه؟ 20 جنيه 20 جنيه 3 جنيه معلش يا ريس 40 اكس تبعيد على 3 ناقص 60 اكس تربيع على 2 المدى كامل هنا تبقى زائد 20 اكس تبعيد على من 2 لواحد اخر حاجه تبقى ايه؟ زد من 3 لايه؟ الكلام ده معانا المفروض تيجي تعوض هنا يا هندسه ستين اكس تكعيب زائد 20 اكس تربيع زائد زد هتيجي تعوض في الاخر انت عندك هنا هتعمل كل الكلام ده يطلع في الاخر الكلام ده معاك 53. المسائل يا جماعه كل الفكره تاني ان انت كل اللقطات اللي ممكن تبقى معاك دي نوع من المسائل. في مسائل تانية تقفل ايه؟ في السكشن ماشي الكلام ان انت ازاي تعرف تكسب اللاين اللي واصل ما بين نقطه ايه ونقطه بي تجيب المعادله وتكمل عليها. في مسائل تانية تقفل ايه؟ افكار الجزء ده هيبقى في مساله في جزء ده ان شاء الله المره الجايه يبقى في مساله تانية. على هتيجي المره الجايه اكيد هيبقى درجات موجوده معاك ان شاء الله. في لخبطه فيها او ناس ما فيش حاجه كويسه مش احسن حاجه يبقى في ممكن نعمل امتحان تحسين او نعمل حاجه اونلاين نظام الدنيا ايه؟